الكينج محمد منير تجمعك بيه صداقة. أنا عشان كده طبعا احنا مثلنا أول مرة مع بعض. حدوتة يعني مصرية. حدوتة مصرية ده بيقول عليا جربته عشان أنا شكلي نوبي. ده صحيح. سعيدي ده أخويا ده كبير. عجبك في المغني كممثل؟ ما شفتوش. ما شفتيش المسلسل ولا حلقة منه؟ ولا حلقة منه ولا مشهد منه. طب ما رفعتيش السماعة؟ أنا يعني باركتيله؟ ده يعني صديق وقدوة وزميل وحبيبنا والمعجون بتراب مصر ويعني طينة مصر ونيل مصر. يعني لقب الكينج على حق. طبعا طبعا حبيبي. الصورة اللي بعدها دينا الشربيني. ايه رسالة توجهيها لدينا؟